بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. مرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة وتفسيرها وما يستفاد منها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمره الله سبحانه وتعالى بالاستمرار على عبادة الله وحده لا شريك له حتى يحضره الموت. قال العلماء: وهذا فيه دليل على أن عمل المؤمن ليس له غاية دون الموت. وفي هذا رد على الصوفية أو غلاة الصوفية الذين يقولون إن الإنسان إذا عرف ووصل إلى حد المعرفة بالله فإنها تسقط عنه التكاليف الشرعية والأوامر والنواهي، ويفهمون هذه الآية على هذا الفهم الضال، أن المراد باليقين حصول اليقين في القلب، ولكن الآية تعني باليقين الموت الذي هو نهاية الحياة. فالمسلم منذ يبلغ الحلم إلى أن يحضره الأجل وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى، لا يترك العبادة في حد محدود دون الموت. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة الزميل المخرج عبد الله العتيق: 011-442-83-13. مرة ثانية: 011-442-83-13. في حديث الشيخ: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا به، بفرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، آمن بذلك وصدق، واحتسب احتسابا يعني احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك للرياء والسمعة، وإنما هو يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. نعم. يا شيخ يقول: هل ورد حديث الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطرون؟ نعم، الحديث هذا يدل على أن المسلم لا يشذ عن المسلمين، فإذا صام الناس يصوم معهم، وإذا أفطروا يفطر معهم، ولا يكون عنده شذوذ أو تشكك في بداية الصيام أو نهايته، وإنما يتبع الأمة في ذلك. نعم. السائل أبو عبد الله يقول: يوجد في الصيدليات في هذا الوقت يا شيخ معطر خاص للفم وهو عبارة عن بخاخ، فهل يجوز للصائم استعماله؟ لا يجوز له استعماله، ولأنه يقطع رائحة الصوم،
التي هي الخلوف، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلا يزيل هذه الرائحة ويعطر فمه بهذا العطر المذكور أو هذا البخاخ المذكور. نعم. يقول في ورد حديث قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في ذلك بركة. ما المقصود ببركة السحور؟ على عمومها، بركة في الغذاء وبركة في العبادة، وعلى عموم البركة، لأنه غد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، الغداء المبارك، لأنه يقوي على عبادة الله وعلى طاعة الله، وفيه امتثال لأمر الله بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. نذكر السادة مرة ثانية بتليفون البرنامج، سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال والاستفسار، لمن أراد الاتصال على فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يا شيخ هذا السائل أبو عبد الله عن حكم صيام يوم العيد. حرام ولا يجوز صيام يوم العيد، ومن الأيام التي يحرم صومها، لأنه يوم أكل وشرب وإظهار للفطر. نعم. يسأل يا شيخ عن دعاء في رمضان يردده الأئمة: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. نعم، هذا صحيح، هذا ورد في حديث القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن، ويزيد عليه ما يتيسر من الأدعية في القنوت، ويختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. محمد من رابغ، تفضل يا محمد، لدي ثلاثة أسئلة. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السؤال الأول محمد. السؤال الأول: أنا افطرت يوم في رمضان، كنت مريض كذا وافطرت، وهل علي قضاء وطعام ولا بس قضاء؟ في تردد الاتصال مريض. أقول لك كذا افطرت في رمضان أنا قبل يومين، وعشان كنت مرضان، هل أنا علي قضاء وطعام ولا بس قضاء؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني: في الحج في جمعية خيرية، جائز والفريضة طبعا جائز. والسؤال الثالث. والسؤال الثالث: العمرة عن الوالدين المتوفين، تكفي عمرة واحدة للوالدة والمال. طيب، شكرا. يقول بأنه مريض وأفطر يومين، فضيلة الشيخ ماذا عليه؟ عليه أن يقضي اليومين بعد رمضان إن شاء الله. يقول: هناك جمعية خيرية تحجج الناس لمن أراد الحج، هل يحج عن طريقها؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. والعمرة عن الوالدين، هل للوالد عمرة مستقلة والوالدة كذلك؟ نعم، لا يشترك في النسك الواحد بين أكثر من واحد، لا حج وعمرة. نعم. فضيلة الشيخ أبو نايف من الجبيل، تفضل، وأرجو أن يكون الصوت واضح. تفضل أبو نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ صالح؟ تفضل. طال عمرك أنا عندي مال أبغى أزكيه، فيه موجود عندي وبعضه دين على ناس، هل أزكي المال اللي موجود عندي واللي موجود عندي، ولا اللي كله اللي الدين واللي موجود عندي؟ الواجب عليك أن تزكي كل مالك الذي بيدك والذي بذمم الناس، لأنه ملكك، فتزكي الجميع. نعم. طيب،
شكرا أبو نايف. فضيلة الشيخ يقول حديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. نعم، السنة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. يقول حديث الشيخ فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، ما معناه؟ يعني الفارق بيننا الفارق بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر، لأنهم كانوا لا يتسحرون فنحن نخالفهم في ذلك. نعم. أيضا يسأل يا شيخ يقول قضاء الوتر، ما الصحيح في قضاء الوتر؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وتره إذا لم يستيقظ له، فإنه يقضيه بعد ارتفاع الشمس، يقضيه ويشفعه. كان صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، فكان يصلي ثنتي عشرة أو أربع عشرة يشفعه. نعم. ماجد من عسير، تفضل يا ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ارفع صوتك شوية ماجد، تفضل. سؤالي الله يعطيك العافية، في كفارة، هل بإمكاني أجمع الكفارة بإطعام الصائم؟ كيف يعني؟ عليه كفارة إطعام 60 مسكين أو إطعام مساكين. إيه. هل بإمكان احتسابه ب شو اسمه إفطار الصائم؟ طيب. يقول بعليه كفارة يا شيخ، هل يحتسبها ضمن تفطير الصائم؟ الكفارة يدفعها للمحتاجين، يدفعها للفقراء والمساكين، يعطيهم إياها وهم يتصرفون فيها. نعم. السؤال الثاني يا أخي. السؤال يا شيخ، أيوة، إحنا على حد الجنوبي، فما ندري هل إذا تعب الواحد يفطر ولا يتحمل ويكمل صيامه؟ نعم. يقول بأنهم مرابطون على الحدود بالنسبة للصيام، يصومون، وإذا خشي على نفسه من العطش أو من الجوع فإنه يفطر ويقضي هذا اليوم. نعم. فضيلة الشيخ، الحقيقة جنودنا المرابطون على الحدود لهم حق علينا، وهم يدافعون عن هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، لعل لكم كلمة. أولا، هم عملهم هذا من أفضل الأعمال، إذا صلحت النية فعملهم هذا من أفضل الأعمال، وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وإذا مات المرابط في رباطه أو قتل فإنه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل، الرباط في سبيل الله في ثغور المسلمين لحماية بلاد المسلمين والدفاع عن المسلمين، له هذا الفضل العظيم عند الله سبحانه. فأخلصوا النية لله واصبروا، وفقكم الله وأعانكم. آمين. وبارك فيكم. آمين. تقبل أعمالكم. آمين. نعم. جزاك الله خير يا شيخ صالح. معنا فايز أيضا، تفضل يا فايز. السلام عليكم. وعليكم السلام. آمين. تفضل يا فايز، سؤال الأول. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله بالخير. شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول، أنا بروح أعتمر وبعد الإحرام، إذا أحرمت هل يجوز لي إني أعتمر مرتين أو ثلاث مرات، ولا لازم أتحلل وأعتمر من جديد؟ نعم. تكرار العمرة، يريد العمرة، هو يقول أريد أن أكرر العمرة في سفرة واحدة. لا بأس بذلك، ولكن لا بد أن تخرج إلى خارج حدود الحرم، إما من التنعيم وإما من الجعرانة، تحرم بالعمرة ثم تدخل إلى مكة وتؤديها. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال الثاني، عندي مبلغ من المال
أنا علي قرض في البنك جمعت مبلغ لمدة سنتين. المال الذي عندك اسمع الإجابة اسمع الإجابة اسمع الإجابة فضل. المال الذي عندك وحال عليه الحول تزكيه ولو أنك تقصد به سدده للدين، ما دام أنه عندك ولم تسدد فإنك تزكيه. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من اضطر للعمل وذلك للسفر طوال العام هل يجوز له الإفطار في رمضان ومتى يكون القضاء؟ الذي يسافر سفرا يبلغ مسافة القصر 80 كيلو يفطر، له أن يفطر وله أن يصوم، والإفطار أفضل أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى، ولو تكرر منه السفر فإنه يفطر لأنه داخل في عموم قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والذي يتكرر سفره أولى بالرخصة من الذي لا يتكرر سفره لأن المشقة عليه أكثر. نعم أحمد من خميس مشيط له سؤالان، تفضل السؤال الأول يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. السؤال الأول يا شيخ في تفسير سورة يوسف اللي هو يقول لك دهمت به وهم بها لولا رأى برهان ربه، فأريد تفسير في هذه، ما دخلنا في قتال أم واحد فشكيت يعني. طيب واضح السؤال. السؤال الثاني يا أحمد. السؤال الثاني عند الصيام إذا جاء صلاة الفجر رحت أصلي مثلا أحس يعني في حاجة لكن لا تطلع الحلق ولا شيء بس لا ريحة زي القهوة، هل هذه أفطار أو لا؟ الله يجزاك خير. في الحلق ما تطلع الحلق بس كأنها رايحة مثلا القهوة أو طيب. الأكل كذا بس لو ما يطلع لا فراش ولا شيء. شكرا شكرا يعني واضح واضح يا أحمد. في الآية في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم راودته يوسف عليه السلام، راودته امرأة العزيز ولكنه امتنع خوفا من ربه سبحانه وتعالى فاستعصم، يعني امتنع من ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم يقول أحس بالحلق وأنا في الصلاة رائحة للقهوة، هل في ذلك شيء على الصائم؟ مجرد الرائحة التي تصعد من المعدة لا بأس بها. نعم فضيلة الشيخ هذا يسأل ما صحة حديث لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل وما معناه؟ نعم الحديث واضح والحديث صحيح، ومعنى ركعتي الفجر أي راتبة الفجر التي قبلها، راتبة الفجر التي قبلها من السنن المؤكدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر وفي الحضر كما يحافظ على الوتر من الليل في الحضر والسفر، فهي سنة مؤكدة راتبة الفجر قبلها. نعم يقول السائل يا شيخ هل لإخراج زكاة المال في رمضان مزية عن بقية الشهور؟ نعم يتحرون بها يعني فضيلة الوقت لأن رمضان وقت فاضل والحاجة فيه أكثر، حاجة الفقراء والمساكين. نعم فهم يتحرون هذا ويرجى لهم إن شاء الله زيادة الأجر والخير. نعم ويقول ما رأي الشيخ حفظه الله في تقديم زكاة مالي لسنتين أو ثلاث نظرا لسفري خارج المملكة؟ لسنتين لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لسنتين ولا يزاد على السنتين. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن تخصيص ليلة معينة يقوم فيها الإنسان في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. الذي يريد يعني الثواب ليلة القدر لا يقتصر على ليلة واحدة لأنها لم تتحدد في ليلة معينة، من أجل أن يجتهد المسلم في كل الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر،
فإذا حدد ليلة واحدة ربما تكون ليست هي ليلة القدر. نعم. نايف من الطائف، تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الوالد توفى رحمه الله سكنه في جناته، ووصى بمبلغ 400,000 بناء مسجد، ومضى عليها سنة ونصف ووجدنا الآن المسجد، هل نزكي المبلغ هذا ولا؟ إذا كان مرصودا لبناء المسجد فلا زكاة فيه، لأنه في عمل البر. نعم. السؤال الثاني يا نايف. السؤال الثاني، لدي قصر أيتام وعندهم مال ويريدون أن يحولون لأخوالهم في مصر، هل في ذلك مانع أم يدفع هنا؟ نعم. أعد السؤال يا نايف. معك، عندي أولاد قصر وعندهم مال وأردت أن أخرج زكاته، وهم يريدون يدفعون لأخوالهم في مصر لأنه الوالد متزوج من مصر رحمه الله، وهم يريدون يحولون لمصر، هل في ذلك مانع ولا يدفع هنا؟ لا مانع في ذلك إذا كان لهم أقارب محتاجون في مصر ويرسلونها لهم فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يسأل السائل عن رجل نوى السفر فأفطر في بيته لجهله ثم انطلق، هل عليه الكفارة قياسا على الجماع في التعمد؟ إذا كان مجرد الأكل والشرب، أنه أكل أو شرب بداية السفر فليس عليه كفارة، ولكن لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تجاوز عامر البلد، تجاوز البنيان، يجوز له أن يفطر وأن يقصر الصلاة، أما ما دام في البلد فإنه لا يقصر ولا يفطر في رمضان. نعم. طيب تفضل يا طارق من مكة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ، استخدام قطرة الأنف في نهار رمضان. نعم. استخدام قطرة الأنف في نهار رمضان تفطر؟ لا يجوز له لا يجوز له أن يستعمل قطرة الأنف ولا قطرة الأذن السائلة، لأنها تذهب إلى الحلق يؤخرها إلى الليل. نعم. السؤال الثاني. طيب طارق. يا شيخ، الصلاة في الفنادق التي حول الحرم هل أجرها مثل أجر الصلاة في الحرم نظرا للازدحام؟ لا، صل في الحرم يا أخي، صل مع الناس، لا تصلي لحالك في منزلك أو في الفندق، انزل وصل مع الصفوف مع المصلين لتنال الأجر بذلك إن شاء الله. نعم. شكرا. يعتقد بعض الصائمين الشيخ الذين يشربون الدخان بأن تعاطي الدخان يقول في نهار رمضان ليس من المفطرات لأنه ليس أكلا أو شربا. إذا شم الدخان سواء كان من التنباك أو من غيره قصد شمه فإنه يفطره، لأنه يصعد إلى دماغه، الدخان يصعد إلى دماغه ويحرك الدم، فلا يجوز له ذلك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن الدخان حرام، حرام تعاطيه لأنه مضر، لأنه ذو رائحة كريهة، لأنه لا فائدة فيه، لا أي فائدة فيه، بل فيه مضرة خالصة. نعم. تفضل يا أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول يا شيخ الله يحفظك، عندي الوالد يدق إبرته أنسولين في نهار رمضان، فهل هي تفطر؟ لو أخرها إلى الليل يكون أحوط، لكن ما دامت أنها في العضل ما هي في الوريد فالأمر أخف، لكن يؤخرها إلى الليل أحوط وأحسن. السؤال الثاني. الله يحفظك، أنا أحب التبكير إلى المسجد وأحب أحيانا أجلس بعد الصلاة، ولكن يجيني وسواس يقول أني يعني رياء وخاف الرياء، فأحيانا أطلع من المسجد أو أني أتأخر عن القدوم إلى المسجد. لا، أترك هالوسواس هذا، اجلس في المسجد واذكر الله واقرأ القرآن، ولا يجيك الشيطان يقول أنت ترائي، لا تلتفت إلى هذه الوساوس. في الأثر أن العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء. نعم. الشيخ، الحقيقة نسأل كثيرا عن قضية هذا التخذيل من الشيطان لأولئك الذين يعانون من الوسواس في العبادات، فضيلة الشيخ ما العلاج في نظركم في ذلك؟
العلاج في ذلك أنه يستعمل الورد في الصباح والمساء، ولا سيما قراءة السور الثلاث الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق المعوذتين، قل أعوذ برب الناس، وسيذهب عنه ذلك. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه إذا جاءه الوسواس يرفضه ولا يلتفت إليه. نعم. هذه إحدى الأخوات أرسلت بأسئلتها تخصها، تقول إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ نعم، إذا شق عليها يجوز لها الفطر وتقضي من أيام أخر. نعم. تقول نحن في المطبخ ونتذوق الطعام قبل الغروب. إذا ذاقت الطعام فإنها تلفظه ولا تبتلعه، لا تبتلعه بل تلفظه ولا يضر هذا. نعم. ونسأل يا شيخ عن استعمال الصائم للروائح العطرية وخصوصا في نهار رمضان من بعض الموظفين. لا بأس بذلك، لا يجوز للصائم أن يعطر ثيابه وبدنه، ما في بأس. نعم. علي من محاء العسير على الخط معنا، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ، هل يجوز الصلاة خلف الإمام إذا كان لا يقرأ القرآن بالشكل الصحيح؟ بالنسبة للإمام فضيلة الشيخ الذي يصلي التراويح، هل إذا لم يقرأ الآيات بشكل صحيح؟ لا يقدم إمام إلا من يجيد تلاوة القرآن، لا يقدم إمام إلا وهو يجيد قراءة القرآن. والحمد لله اليوم انتشر حفظ القرآن، تحفيظ القرآن وتجويد القرآن، انتشر الحمد لله. الحمد لله. هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة؟ نعم، يؤمرون لسبع إذا كانوا يطيقون الصيام وهم أبناء سبع وأكثر، فإنهم يؤمرون بذلك ليكون نافلة لهم وليتدربوا على الصيام، كما يؤمرون بالصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيؤمرون بها وهي لهم نافلة ولوليهم أجر وتكون تدريبا على الصلاة. نعم. يقول يا شيخ، هل ورد حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟ نعم، هذا مأثور وعلى ألسنة الناس بكثرة، ومعناه أن الصدقة سبب للشفاء بإذن الله، سبب لشفاء المريض فيتصدق عنه. نعم. يقول قرأت في مطوية بأن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة بالجنة. نعم، ورد هذا وارد في الحديث أن الصيام يشفع لصاحبه والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ففيه دليل على فضل هاتين العبادتين الصيام وتلاوة القرآن. نعم. تفضل يا عبد الرحمن معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. عندي سؤالين الله يطول لي عمرك. الأول، السؤال الأول عن حكم فوانيس رمضان، انتشرت الآن بين الناس وبعض العوام ينقل عن بعض طلبة العلم أنها لا بأس بها وأنها من العادات. طيب، والسؤال الأول. والثاني؟ الثاني، هل ما كانت بدعة في زمن ابن تيمية تصبح اليوم عادة من عادات الناس أو أنها تبقى بدعة؟ طيب، والسلام عليكم. شكرا. حكم فوانيس رمضان فضيلة الشيخ؟ ليس لرمضان فوانيس، والآن الحمد لله أغنى الله المسلمين بالكهرباء ومنتشرة في البلد وفي المساجد، فلا حاجة إلى الفوانيس. هذا كان يوم ما فيه كهرباء يستعملون الفانوس. نعم. هل ما كان بدعة في زمن ابن تيمية يكون؟ ابن تيمية ليس هو الذي يشرع البدع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالذي حذر من البدع ونهى عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا إبراهيم معنا على الخط. السلام عليكم يا شيخ. السلام يا شيخ. أنا عندي أخوي الكبير متزوج ومخلف بنت من حرمته ومتشاكل هو حرمته وحرمته في بيتها وهو في البيت عندها. أمي مسكينة الوالدة كبيرة في السن تشيل همه دائما وتجلس تبكي وتقول أبوهم يرجع وكذا. هو يعني ما يفكر في الموضوع وجالس طبيعي. هل إنه يهتم هو في الموضوع هذا؟ نعم سؤالك مختصر لو سمحت إبراهيم. عندي أخوي كبير متزوج ومتشاكل مع حرمته إيه؟ والوالدة عندي والوالدة تفكر في الموضوع وشايل هم وتجلس تبكي وأخوي الكبير يعني ما هو شايل هم ولا يفكر في الموضوع إنهم يتصالحوا مع بعض وترجع البيت. هل إنه أخوي الكبير يهتم على الموضوع هذا؟ نعم. أخوه الكبير الشيخ يقول معه مشاكل مع والدته ويسكنون مع والدتهم ومع زوجته. يقول لا يلقي بالا لوالدته هذا الأخ الكبير فضيلة الشيخ. هذا من العقوق عليه أن يهتم بوالدته ويبر بها ويحسن إليها لأنها هي قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وهي باب من أبواب الجنة. فعليه أن يبر بها ويحسن إليها. نعم. إذا كان فضيلة الشيخ هناك خلاف بين الأم والزوجة والولد يا فضيلة الشيخ لا يريد بإرضاء هذه الزوجة من قبل والدته، عليه أن يصلح بينهما. فإذا لم يحصل الصلح فإنه يبعد هذه الزوجة عن والدته، يسكنها في مكان آخر بعيدة عن أمه. نعم. كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن البعض يلعب بالليل وينام في النهار. ما توجيه الشيخ في ذلك؟ التوجيه في ذلك واضح، أن هذا امتهان لشهر رمضان وتضييع له، وعلى المسلم أن يهتم بشهر رمضان ويكثر من العمل الصالح فيه ويشارك المسلمين في صلاة التراويح وصلاة التهجد، وكذلك يجعل له نصيبا من الصلاة في بيته، فإنه شهر عظيم مبارك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ينتهزون رمضان للغفلة واللهو والمزح والسهر على المزح وعلى المضحكات وعلى أو على المواقع التي يفتحون عليها وفيها لهو وفيها لعب، فهذا من الضياع وهذا من الخسران وهذا من الوبال على الإنسان، وسيندم عما قليل على ما ضيع. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله الذي ابتلي بهذه الأمور وأن يقبل على طاعة ربه في هذا الشهر ويحفظ وقته ويشارك المسلمين في عمارة المساجد. نعم معنا أبو عبد الله من عسير. تفضل يا أبو عبد الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. اسمع عندنا سؤال، هذا بنك التسليف واحد يقول بيعطيني 60,000 بياخذ 60,000 وبيعطيني 15 ويسدد الفلوس كامل، القرض يسدده كامل. ايش يسأل عن بنك التسليف والقرض منه يا شيخ؟ لا بأس القرض منه لا بأس، لكن ما هو هذا سؤاله. نعم سؤاله ما هو كذا. تفضل يا يسدد الفلوس، سد الفلوس كامل. نعم يعيد السؤال. أعد السؤال. هو يقول بالكفيل يقول بياخذ 60,000 بياخذ 60 وبيعطيني منها 15 ويسدد الفلوس كامل، القرض كامل. أنا ما سدد ريال من 15 أخذها مجاني بدون تسديد. إيش يقول؟ ياخذ 60,000 وسيعطي آخر 15,000.
أخي. أيوة. تبي تأخذ 60,000؟ أيوة. نعم. أعطيه 15 وبسدد الفلوس كامل. إيه. سؤاله. طيب لعلك تكتب السؤال لأن فيه إشكالية يا أخي. شكرا لك. فضيلة الشيخ يقول بأنه يبحث عن الرزق ويقوم بسياقة الشاحنات، كيف أصوم فضيلة الشيخ وهل يسقط عني الصوم؟ لا يسقط الصوم عن المسلم، لكن المسافر يفطر ويقضي من أيام أخرى سواء سائق الشاحنة أو غير سائق الشاحنة. نعم. يقول بعض الناس وللأسف الشديد نراهم في رمضان يواظبون على الصلوات وعلى التراويح والتهجد وقراءة القرآن، فإذا ما انتهى رمضان تركوا ذلك أو أبعدوا، فما الحكم فيهم؟ هؤلاء عبادتهم مؤقتة بوقت، والمسلم مطلوب منه مواصلة العمل إلى حضور الأجل، ما هو في رمضان فقط، وإنما رمضان زيادة في عمله الصالح، وإلا فإن المسلم يواصل العمل إلى نهاية أجله، بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. اتضح سؤال الأخ، يقول يريد أن يأخذ 60,000 شيخ باسم شخص آخر ويعطي هذا الشخص الآخر 15,000. لا يصلح. نعم. هذا ولا يجوز. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا كان النهار طويلا وخاف على نفسه الهلاك فكيف يكون صيام الإنسان لرمضان؟ يصوم، وإذا مثلا أصابه العطش أو الجوع خشي على نفسه يفطر ويقضي بعد رمضان هذا اليوم الذي أفطر فيه من أجل الخوف من الهلاك. نعم. يقول هذا سائل معنا أحمد على الخط، تفضل يا أحمد. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام. عندي سؤال للشيخ. تفضل. هل يجوز للعبد زكاة الفطر في أول الشهر ولا في نصف الشهر؟ سؤالك في تقطيع، أعد السؤال يا أحمد. هل يجوز للعبد زكاة الفطر في أول الشهر ولا في نصف الشهر؟ ما فهمت أنا والله السؤال. هل يجوز للعبد زكاة الفطر؟ أتركوه. طيب لعلك تعيد، في تردد في صوتك. راكب الطائرة يا شيخ صالح، ركاب الطائرة هل يفطرون وهم يرون الشمس وعلموا بواسطة الساعة والهاتف عن إفطار البلد القريب منهم؟ لا، ما يفطرون حتى تغرب الشمس، إلا إن كانوا غابت الشمس وهم في الأرض في المطار، فهم يفطرون على الأرض، وإذا طاروا ورأوا الشمس فإنهم لا يصومون، بل يكون أفطروا في الأرض ويستمرون على إفطارهم. أما إذا كانوا من الأصل في الطائرة ويرون الشمس فإنهم لا يفطرون حتى تغرب الشمس. نعم. الأخ أحمد قبل قليل المتصل من الرياض اتضح سؤاله، يقول زكاة الفطر يا شيخ هل يجوز إخراجها من أول الشهر؟ لا، ما تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تخرج من أول الشهر لأنه لم يحن وقتها. نعم. هل يجوز يا شيخ يقول أن يعتمر عن والده؟ نعم، يستحب، ما هو يجوز، يستحب له أن يبر بوالده، ومن ذلك أن يعتمر عنه، لأن العمرة تدخلها النيابة. نعم. نزول دم قليل من المرأة وقت الدورة الشهرية قبل المغرب هل يفسد الصوم؟ نعم، إذا نزل منها دم وبدأت عادة الحيض معها قبل الغروب فإنها تقضي هذا اليوم لأنها لم تكمله. نعم. أيضا الأخت تقول هل تؤثر الصفرة بعد الطهر على الصيام شيخ؟ قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا، فإذا كانت طهرت ورأت النقاء التام واغتسلت ثم جاءها بعد ذلك كدرة أو صهرة فإنها لا تلتفت إليها. نعم. هذه يا شيخ تقول بأنها امرأة تصلي مع بناتها التراويح في المنزل. لا بأس بذلك، أن النساء يصلين جماعة تأمهن واحدة منهن، ولكن إذا كان عندهم مسجد قريب
الأفضل أن يذهبنا ويصلينا مع النساء في المسجد. نعم. تفضل يا هادي من مكة. يا حبيبي الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يطول عمرك. أنا أبو أحب أني أسأل الشيخ أنه أنا في رمضان ما أقدر أصوم، ما أستطيع الصوم، وكل يوم أفطر صائم، عندي توتر عصبي وما أستطيع أنه أصوم، هذه نفسي وهذه أسرتي يعني. شكرا، واضح السؤال. هذا إن كان أنه في بعد رمضان يشفى ويستطيع القضاء ولو تأخر فإنه يقضي وليس عليه غير القضاء، أما إذا كان ما يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا كالمريض المرض مزمن أو الشيخ الهرم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينة ويكفي عن صيامه، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. شكرا. فضيلة الشيخ، كم يحتاج من يوم الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر؟ وإذا ختم الإنسان القرآن في شهرين يكون قد تأخر، هل يكون قد تأخر في قراءته؟ السلف كان منهم من يقرأ القرآن لعشر، ومنهم من يقرأه سبع، ومنهم من يقرأه لثلاث، ومنهم من يقرأه في كل ليلة كعثمان بن عفان رضي الله عنه. الناس يختلفون في هذا، ومهما أكثر من تلاوة القرآن فإن هذا أفضل. نعم. ما السبيل يقول يا شيخ إلى أسباب الخشوع في الصلاة والتراويح؟ أن يتجنب المشوشات، فلا يدخل في الصلاة وعنده طعام يحتاج إليه تتوق إليه نفسه، يتعشى أولا ثم يصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. وكذلك إذا كان يدافعه الأخبثان البول والغائط إنه يتخلص منهما ويتوضأ ويصلي من أجل ألا يشوش عليه الطمأنينة. وكذلك إذا كان في مكان حار شديد الحرارة أو مكان بارد شديد البرودة إنه لا يصلي في هذا المكان لأنه يشغله عن الطمأنينة. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ بدر من الرياض. تفضل يا بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا شيخ، بس أنا عندي سؤال واحد، هل يصبح آخذ قرض من البنك وأعطي واحد يسدده؟ والعقد ايش لي انا؟ يعني البنك مثلا قيمته 100,000 مثلا، بيطلع سعره مثلا 110، طلع فيه زياده، هل يصلح استلمه انا واعطيه وهو يسدده ولا ما يصلح يا شيخ؟ نعم. اعد السؤال يا بدر. هل يصلح اخذ قرض من البنك انا واعطي واحد يسدده؟ تاخذ قرض من البنك وتعطي اخر ليسدده. اي نعم. هو واضح السؤال. يقول هل يجوز ناخذ نعم يا شيخ. نعم نعم نعم، هذا الكلام، اخذ قرض من البنك واعطيه واحد يسدده يا شيخ، هل يصلح؟ هل يجوز ان ياخذ قرض من البنك ويعطي اخر ليسدده يا شيخ؟ يعطي اخر هذا المال الذي اخذه؟ نعم. على انه يسدده للبنك؟ نعم. هذا اقرضه، هذا معناه انه اقرضه، فالمقترض يسدد للبنك. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت قبل بداية البرنامج، هذا سائل يقول: أفيدونا حفظكم الله عن زكاة الراتب الشهري إذا لم أوفر منه شيء وأنفقه على الوجه الشرعي؟ ليس عليه زكاة. نعم. وما حكم من دخل مكة بغير نية العمرة ثم طاف بالبيت؟ لا بأس بذلك. نعم. إذا شك الإنسان شيخ في صلاته فكيف يكون السجود، وهل يسمى حينئذ سجود الشك؟ أي نعم، الشك يسجد له، يبني على غلبة ظنه ويسجد للسهو بعد السلام. نعم. بالنسبة للوضوء، تقول الأخت: هل هو واجب على المرأة أن تمسح جميع الرأس في الصلاة أم يكفي الناصية؟ لا بد من مسح جميع الرأس، الرجل والمرأة سوا في هذا، يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، في حق الرجل وحق المرأة. قال جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ونحن في هذا الشهر الفضيل بعض الناس يستخدمون الثوم والبصل، فما هو وجه الكراهة في دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا؟ وما هو الفرق في نظر الإسلام بين رائحة الثوم والبصل ورائحة الدخان؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم أو البصل أن يدخل المسجد، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة الكرام الذين في المسجد. فإذا كان فيه رائحة كريهة كالثوم والبصل فإنه لا يدخل المسجد حتى يزيلها، ولا يتناول هذه الأشياء الثوم والبصل وعند قرب الصلاة، يتناولها في وقت مبكر ويزيل الرائحة. يقول الشيخ بأنه حصل عليه نوم في منتصف النهار حتى فاتتني صلاة الظهر وصلاة العصر، هل من الممكن أن أصلي الظهر مع العصر؟ وهل أبدأ بصلاة الظهر أم بصلاة العصر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا كان نام عن صلاتين مثلا أو ثلاث صلوات فإنه يقضيها جميعا، لكن يرتبها الظهر ثم العصر وهكذا. نعم. يقول السائل الشيخ: بعض الأئمة لا يعطينا فرصة لقراءة الفاتحة، هل تسقط الفاتحة وخصوصا في صلاة التراويح؟ إن تمكنت من قراءتها في سكتات الإمام فاقرأها، وإن لم تتمكن فإنك تستمع لقراءة الإمام في الجهرية، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. في سؤال له يستفسر عن الآية الكريمة، يقول في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، على من يعود الضمير في قوله تعالى وجادلهم؟ يعود إلى المدعوين، يعود إلى المدعوين. نعم. امرأة يا شيخ صالح تشتكي من ألم في بصرها، وقد قرر لها الطبيب قطرات 3 مرات في اليوم، إذا تركتها أصبح عندها ألم، فمن خلال هذا الشهر هل يجوز لها أن تضع القطرة وأيضا قطنة في النهار على عينيها؟ إذا كانت تتمكن من تأجيلها إلى الليل تؤجلها، وإذا كانت لا تتمكن وتتضرر من ترك القطرة في النهار فإنها تستعملها، ولكن تلفظ طعمها من حلقها، إذا وجدت طعمها في حلقها تلفظه. نعم. يقول السائل يا شيخ: ما ضابط البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ البدعة ما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي ما أحدث في الدين مما ليس منه. من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد، هذه هي البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس هناك بدعة حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. فمن هو الذي يقول هناك بدعة حسنة؟ نعم. على مدى ساعة كاملة استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الوقفات وهذه النصائح من سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء ورفع ذكره في الدارين. أشكر فريق العمل من المصورين والمخرجين والفنيين، هذا زميلي عبد الله العتيق الذي أخرج هذه الحلقة. أتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.